قوات سوريا قتلت 8 أشخاص في منطقة إدلب بعد اجتياح المنطقة وسط إطلاق نار كثيف من الرشاشات والدبابات. وقال المصدر إن أكثر من 100 حافلة من الأمن والشبيحة وأكثر من 40 مجنزرة شاركت في عملية الاجتياح الذي أسفر كذلك عن عدد من الجرحى والمفقودين. وقد تواصلت المظاهرات المناهضة للنظام السوري في عدد من المدن والقرى السورية. تطور نوعي آخر في مسار حركة الاحتجاج في سوريا، فالمثقفون السوريون من كتاب وفنانين وصحفيين نزلوا إلى الشارع مؤيدين مطالب الشعب السوري المشروعة كما قال بيانهم، لكن سرعان ما تصدت لهم قوات الأمن واعتقلت عددا كبيرا منهم. وتأتي مسيرة المثقفين السوريين الاحتجاجية في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في مناطق أخرى من سوريا، فقد شهدت عدة مدن وقرى سورية مظاهرات عبر المشاركون فيها عن رفضهم للحوار مع النظام ودعوا إلى رحيل الرئيس السوري. وكانت هذه المظاهرات في دير الزور واللاذقية وحمص وعمودة والعاصمة دمشق. وعلى صعيد المواقف المعارضة للنظام السوري أيضا، اختتم مؤتمر رابطة علماء المسلمين لنصرة الشعب السوري أعماله في مدينة اسطنبول التركية بتوجيه دعوة إلى الجيش السوري لحماية الشعب والوقوف إلى جانب المحتجين ضد الحكومة السورية. ودعا المؤتمر الجيش السوري إلى الانسحاب من القرى والبلدات والمدن السورية. التصعيد من جانب المعارضة السورية جاء متفقا مع المواقف الجديدة للدول الغربية ضد النظام السوري، ويبدو أن هذه الدول اتخذت من حادث الهجوم على السفارتين الأمريكية والفرنسية في دمشق يوم الاثنين الماضي ذريعة لتشديد ضغوطها على سوريا. فقد انتقل موضوع هذا الحادث سريعا إلى مجلس الأمن الدولي الذي أصدر أول بيان له بشأن الأحداث الجارية في سوريا، وقال المجلس إنه يندد بأشد العبارات حسب بيانه بهجمات المتظاهرين على السفارتين الأمريكية والفرنسية في دمشق. كما تسعى ألمانيا من جانبها مع دول أوروبية أخرى لاستصدار قرار من مجلس الأمن حول الوضع في سوريا على ضوء ما يجري من مظاهرات وأعمال عنف. أما الإدارة الأمريكية فقد شددت خطابها تجاه الرئيس السوري على نحو غير مسبوق عقب الهجوم على سفارتها في دمشق، وقد استخدم الرئيس الأمريكي أوباما أشد التعبيرات ضد الرئيس السوري ووصلت إلى حد مطالبته بالتنحي عن الحكم. لكن هذه المواقف يقابلها موقف الجامعة العربية التي اجتمع أمينها العام دكتور نبيل العربي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. الأمانة العامة تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، ولا تقبل التدخل الداخلي في شؤون أي دولة من الدول. الاستقرار السوري، الاستقرار المصري، الاستقرار الليبي، الاستقرار اليمني، كله مطلوب لاستقرار الدول العربية جميعا. وتأتي زيارة الأمين العام للجامعة العربية لدمشق في إطار الجولة الأولى له في عواصم الدول العربية منذ توليه منصبه بداية الشهر الجاري. هذا مطروح. وقبل قليل بث نشطاء على الانترنت صورا قالوا إنها لاقتحام دبابات الجيش السوري لمنطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية. وذكرت مصادر النشطاء أن 8 قتلى على الأقل سقطوا، ونفذت قوى الأمن اعتقالات واسعة في المحافظة. وأضافت تلك المصادر أن قوات الأمن فرضت حواجز أمنية وأن الجيش يتواجد بشكل مكثف في المدينة وأطرافها. كما تم قطع الاتصالات عن عدد من قرى جبل الزاوية. وفي منطقة قتنة بريف دمشق أصيب 25 شخصا إثر إطلاق النار عليهم. معي من منطقة قتنة قرب دمشق شاهد العيان أبو حسين. أبو حسين، ما الذي جرى عندكم؟ كان في الساعة
وكان في 50 تقريبا شاب من اهالي قطنا يحمون المسيره مشان ما حدا يقرب عليها. فنزل الاهل مبيه، قريه مبيه، نازلين على المسيره مشان يأيدوا، ضربوا النار على اهالي قطنا. ومن هون شعلت الفتنه وبلش يقص علينا وقرار المسيره يقوموها. فراح الجريحين اول شيء. وبعد ما اطلقوا النار صار اهل قطنا اجتمعوا وصاروا جايين طبعا من حالهم عن كذا، فصاروا يحرقوا البيوت المحلات والسيارات يسكروا ويهربوا وياخذوا الجثمة. لا الاهل مبيع، فاجوا جبهه النظام واجوا حزب النظام واجوا حوالي اقنا مساكن وكذا واجوا وسيلات بلشوا يمروا فينا حضرونا. وحتى للساعه تقريبا مساء حتى انفك الحصار الحمد لله علينا، وكان في 17 جريح من ضمن ضرب الاطلاق النار. يعني اقتصرت الاصابات على الجرحى فقط؟ الجرحى فقط، في ناس كثرت منهم يعني حتى ما يستوعبوا يصيرون ايه. وفي من رجعاتهم كنت تقريبا خطيره، الحمد لله تبرعوا اهلي طبعا بالدماء. ايجابي كان وبيت كان بيت ايجابي يعني. والحمد لله صحته منيح كمان. على اثر ذلك انفض التحرك ابو حسين. نعم. هل انفض التحرك على اثر ذلك؟ انفض بعد اطلاقنا تنظيف ويطل كل الساعه يجي لحتى اجى حزب من برا ويعني صار له كمبر تقريبا جامعة 6 ساعات لحتى اعتنها. يعني فقدوا اهالي اطفالهم عليهم بالتاثير وبالحجار لحتى انفضوا وهربوا، وكانوا اخطيه مسلحين كلياتهم ما قدرنا نعيشهم عليهم لحد ما راحوا ضبطوا. ماذا عن اعداد المعتقلين؟ ماذا عن اعداد المعتقلين؟ هل تسمعني؟ اعداد المعتقلين في اثنين هلا من قطنا. نعم اشكرك ابو حسين شاهد العيان من قطنا قرب دمشق. ومعنا من واشنطن محمد العبدالله المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا. سيد محمد، ما هو تقييمكم للموقف الامريكي في ضوء استمرار الاحداث في سوريا؟ اولا نحن نرحب باي عقوبات تفرضها الولايات المتحده او دول اوروبيه على النظام، مزيد من العقوبات على هذا النظام، لكننا نرى ان الموقف الامريكي والاوروبي لا يزال ضعيفا ولا يزال متاخرا. راينا ان مجلس الامن متاخر 4 اشهر في انعقاد جلسه لادانه العنف والجرائم التي يقترفها الرئيس بشار الاسد وقاده الاجهزه الامنيه، في حين اجتمع بعد يعني اقل من 24 ساعه لادانه الهجوم على السفارتين. وهذا يفسر حتى يوضح اكثر النظام الذي لا يزال الغرب متمسك به، ويدحض روايه النظام عن ان المظاهرات مدعومة غربيا أو أن هناك تدخل خارجي. على الولايات المتحدة وأن تقود بنفسها داخل مجلس الأمن وداخل أروقة مجلس الأمن محاولة استصدار قرار يدين الجرائم التي اقترفها بشار الأسد. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعلنت بوضوح أن الولايات المتحدة ليست متمسكة بالرئيس الأسد، وتحدثت عن فقدان شرعيته، وكذلك أوباما قال إنه بدأ يفقد شرعيته بنظر شعبه. صحيح، ونحن نرحب بهذه التصريحات، لكن لنلاحظ أنها كانت بعد أن تمت الاعتداء على السفارتين الأمريكية والفرنسية ولم تكن مرهونة. فقط في السابق أصدرت يعني وزيرة الخارجية الأمريكية من لتوانيا تصريح قالت فيه أن رئيس الأسد بدأ يفقد الشرعية، وهو قد فقدها منذ أن استخدم الرصاص الحي ضد مواطنيه وضد الشعب السوري. واسمح لي بالمناسبة أن أوجه تحية كبيرة للفنانين والمثقفين الذين نزلوا اليوم إلى شوارع دمشق وإلى أهالي الميدان الشجعان. هؤلاء هم المثقفون السوريون الحقيقيون الذين يحسون بألام الشعب السوري وبما يضحيه الشعب السوري ويقفون إلى جنب الشارع. نعم. غدا هو يوم إضراب عام، أتمنى من الشعب السوري أن يلتزم به، والجمعة ستكون جمعة إن شاء الله كبيرة مش أنها شأن الجمعة السابقة. سيد محمد، يعني في مقابل ما ذكرته من ترحيب بالموقف الأمريكي، كان هناك موقف للجامعة العربية لافت فيما يتعلق بموضوع الشرعية تحديدا، حيث قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن سوريا
إن الأسد أكد له أن سوريا دخلت عهدا جديدا ويتحرك الآن على طريق الإصلاح، وليس لأحد أن يتدخل ويقول إن فلانا فقد شرعيته أو غير ذلك. ما رأيك؟ صحيح، الأسد أكد له ذلك، وبالدليل أنه قتل 8 مواطنين في جبل الزاوية واعتقل 40 مثقف من بين هو فنان، من بينهم ميس كاف وريما فليحان وآخرين. هذا دليل واضح لأنه يقوم بالإصلاح. ويبدو أن يعني الأمين العام لجامعة الدول العربية تناسى كيف وصل إلى هذا المنصب الجديد في عقاب الثورة المصرية. حتى حديثه عن عدم التدخل في ليبيا بعد أن قادت جامعة الدول العربية الرأي العام العربي وحضرته وطلبت من مجلس الأمن استصدار القرار لحماية الشعب الليبي يغدو سخيفا وممجوجا أمام مثل هذه الآراء. الشارع السوري حسم أمره ولا ينتظر من الجامعة العربية نعم. مثل هذه الموقف. هل يعني في هذا الوقت أنتم تعولون فقط على مواقف واشنطن والدول الغربية لحثها على الضغط على دمشق بعدما يعني بات الوضع في الداخل ربما مختلفا عن السابق؟ لا، نحن لم نعول يوما على مواقف دمشق. نحن نحاول على الشعب السوري وعلى الشارع السوري وعلى المثقفين السوريين. التظاهرات تبني زخامة، واضح أن النظام في مأزق لأنه بدأ يتنازل وبدأ يعقد جلسات حوار بنفسه وحاور فيها نفسه كما كان واضح في اليومين السابقين. الثورة بنت زخام، الاقتصاد النظام السوري إن تحت وضعت العقوبات الاقتصادية، الحكومة شبه مفلسة عاجزة عن دفع رواتب المتقاعدين ولم تدفع للشبيحة، اقترضت من الكويت حتى تمول الحملة الأمنية. الثورة تبني زخم صحيح وهي في الاتجاه الصحيح، مزيد انخراط في الثورة، مقاطعة اقتصادية جدية وحقيقية، التزام بالنزول إلى الشارع في يوم الجمعة. لدينا شهر رمضان فيه يوم جمعة مساء كل يوم لأن هناك صلاة تراويح، سيكون شهر الحسم إن شاء الله. نعم. وسنعيد جميعا في دمشق. شكرا لك محمد العبدالله المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، حدثتنا من واشنطن. وكما أسلفنا فقد شارك عدد من المثقفين السوريين في تظاهرات احتجاجية بمنطقة الميدان في العاصمة دمشق. وقد اعتقلت قوات الأمن كلا من ميس كاف وريمة فليحان وإياد شوربجي ويم مشهدي والتوأم ملص وداساشة أيوب وباسل إشحادة، وطالب المثقفون بالوقف الفوري للحل الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأشاروا باستغراب إلى تساهل السلطات مع المسيرات المؤيدة للنظام التي تجري دون ترخيص. معي من دمشق حسن عبد العظيم المنسق العام لقوى التغيير الوطني الديمقراطي. سيد حسن، كيف تفسرون هذه الحركة، حركة الاعتقالات من قبل النظام بعد يوم على إعلان انتهاء الحوار وإعلان توصياته؟ سيد حسن عبد العظيم، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع حسن عبد العظيم المنسق العام لقوى التغيير الوطني الديمقراطي، وقد نحاول أن نتواصل معه لاحقا في سياق هذه النشرة. من جانب آخر، تشهد أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا تحسنا مستمرا من خلال ما تقدمه السلطات التركية ومن خلال سعي الجاليات السورية في المهجر بالتعاون مع المؤسسات الإغاثية إلى تقديم يد المساعدة. لكن في المقابل تشهد مناطق مخيمات اللاجئين انخفاضا كبيرا في عدد وسائل الإعلام التي تقوم بالتغطية، وهو ما يخشى اللاجئون السوريون أن يكون سببا في نسيان قضيتهم. من انطاكيا على الحدود التركية السورية، مراسلنا عامر لافي زار النازحين.